شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجنريتد فاليو وشفنا الايدنتيتي والاوتو والسيكونس والتابلز، تمام مفيش مشكلة. عاوزين بقى نبدأ في حاجة تانية، وهي ان انا عاوز اريتريف او اجيب الداتا بتاعتي من الداتابيز. انا عندي هنا في الداتابيز، ركز معايا، طبعا الكلاينت بتاعي اهو، هنقفل ده. الكلاينت هعمل سيلكت اول، مفيش داتا، خلينا نمسح دول لان اخر حاجه كنا عاملينها السيكونس. هعمل دروب، تمام. واول حاجه خلينا نعمل ران ونعمل انسيرت للثري كلاينت دول. حلو، ران اهو، في مشكله؟ عمل انسيرت كله تمام. هروح هناك اهو، تمام كده، جميل. بعد كده عاوزين بقى نريتريف الداتا من الداتابيز. هناخد دي كلها، ركز معايا، هاخد ده كله تمام، كنترول اكس، هحطه تحت، هحطه فين؟ هحطه تحت هنا، تمام بالمنظر ده. كومنت اهو عشان لو انت برضو ايه حبيت تاخده. جميل، شيل السيشن، تمام. تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل ريتريف للداتا من الداتا بيز، تمام. فاول حاجه انا هنا السيشن فاكتوري اهو، والسيشن بتاعي، وعملت السيشن بيجان. هبدا اعمل ايه العمليات بتاعتي. اول حاجه عندنا حاجه اسمها سيشن، زي ما عملنا سيف هنعمل ايه دوت، ركز معايا، دوت جيت سيشن دوت ايه، سيشن دوت جيت، فاضل ان اهو، سيشن دوت جيت. بديله اول حاجه الكلاس اللي انا هجيب منه، اللي هو المفروض كلاينت، تمام، كلاينت دوت كلاس. وهنا هديله الاي دي، خلينا نعمل فوق لونج اي دي ايكوال مثلا 2، تمام تمام. هنا هديله ايه؟ هديله الاي دي، مفيش مشكله. واعمل ايه؟ سيمي كولون، تمام. جيت بترجع لي ايه؟ اكيد هترجع لي كلاين، صح ولا غلط؟ تمام. فانا هنا هقول له اوبجكت من كلاين اهو ايكوال سيشن دوت جيت الكلاينت بتاعي، تمام. وبعدين ولا قبلين، خلينا نطبع ايه؟ نطبع، خلينا بعد الكوميت اهو، بعد الكوميت نطبع الكلاينت بتاعي. اهو هقول له ايه؟ كلاينت دوت جيت فول نيم بلس كلاينت دوت جيت ادريس. خلينا نطبع الاثنين دول نشوف هل هيرجع فعلا ولا لا. ران از جافا ابلكيشن، طلع ايه؟ طلع ايرور. تعال نشوف الايرور، بيقول لك نو ديفولت كونستراكتور فور انتيتي، تمام، كوم دوت سبرينج دوت هايبرنيت دوت موديل دوت كلاينت، تمام. خلينا كده نروح هنا في الكلاينت نكريت الديفولت كونستراكتور اهو، سورس، او خلينا نكتب على طول بابليك كلاينت اهو، تمام. نروح هناك نعمل ران تايم اول وجديد اهو، ركزوا معايا، تمام. هنا اهو رجع لي ايه؟ رجع لي اسلام خضر والايه؟ والايميل بتاعه، تمام. هنا اهو انا قلت له هات لي رقم ايه؟ رقم 2، راح في داتابيز رقم 2 عندي اهو اللي هو ده، والايميل ادرس اكيد الايج موجوده، بدل رجع ايه؟ دول. لو قلت له هات لي رقم 3، عملت ران اهو، عملت ران وخلصت اهو، جاب لي برضه اسلام خضر، تمام، كوم، لان اصلا كلهم في داتابيز اسلام خضر كلهم زي بعضهم. لو جينا عملنا دي هنا، عملنا مثلا احمد ات جيميل دوت كوم، وهنا خليها احمد برضه،
احمد ابلاي ابلاي فينش تمام اهو. خلينا نروح هناك نعمل ران تاني نشوف هل الداتا هتتغير ولا لا. تمام اهي احمد واحمد مفيش اي مشكله كده يا جماعه كل حاجه تمام مفيش مشكله. اذا عشان اجيب اتريبيوت عندي من الداتابيز بعمل ايه؟ سيشن دوت جيت وادي له الكلاس بتاعي تمام والاي دي اللي انا عاوزه وبستقبله في ايه؟ في كلاين. هروح هناك هنا هقول له جيت اد هقول له جيت كوميت هقول له جيت داتا فروم داتا بيز هقول له ايه؟ جيت بوش. خلص البوش هروح هناك هشوف خلص البوش ولا لا تمام. خلص البوش هعمل ريلود اهو جيت داتا فروم داتا بيز مفيش اي مشكله وكله تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش عارف تتواصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.